الأمر الأول أن يعرف طريق الخير، والأمر الثاني أن يسلك هذا الطريق، والأمر الثالث أن يعرف طريق الشر ويجتنبه، والذي بعده أن يدعو الناس إلى طريق الخير وأن يحذرهم من طريق الشر. فبمعرفة الحق وبمعرفة طريق الخير وبسلوكه يكمل العبد نفسه، وبدعوة الناس إلى الخير وبتحذيرهم من الشر والصبر على ذلك يكمل غيره. قال تعالى: والعصر، أقسم بالعصر. العصر قال بعض المفسرين هو وقت العصر المعروف، العصر، شكاية رب العزة والجلال قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ودي في التفسير الراجح من أقوال العلماء إنها صلاة العصر. وبعض العلماء قال العصر هو الدهر كما في تفسير ابن كثير، قال عصر الدهر. وأقسم الله تعالى بالدهر لأن فيه الليل والنهار، وفيه الفصول، الشتاء الصيف إلى آخره. وهذه الفصول وكذلك الليل والنهار في هذه الآيات دليل على وجود الله تعالى وعلى وحدانيته، كونه في ليل وبعده في نهار وفي ترتيب وكونه في فصول، ده دليل على إنه الكون ده له مدبر وله خالق وموجد، وهو الله سبحانه وتعالى. عشان كذا قال: والعصر، ولله أن يقسم بما شاء، يقسم بالعصر، يقسم بالضحى، يقسم بالليل، يقسم بالشمس، يقسم بما شاء من خلقه. لكن ليس لنا نحن الخلق أن نقسم إلا بالله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. تحلف بالله بس سبحانه وتعالى. جواب القسم: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الإنسان لفي خسر، الإنسان بيخسر يوم القيامة. وأصل الناس في الخسران يا زول بيخسر الدنيا وبيربح الآخرة، يكون في الدنيا دي تعبان، ومما يموت ويدخل القبر بعد ذاك ارتاح، زي زول المؤمن في الدنيا دي في ابتلاء، مرض وهم وضيق وغربة وابتلاء وفقر إلى أن يموت. فإذا مات المؤمن ارتاح. قال تعالى في أواخر سورة الواقعة: فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي الروح، وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. بعد ذلك قال: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. روح راحة، تعبان في الدنيا، مجرد ما مات بعد ده بيرتاح. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري في لحظات الموت قال لفاطمة رضي الله عنها: لا كرب على أبيك بعد اليوم. الكرب مشى، لكن بعد اليوم وبعد الموت ده تاني ما في كرب. قال: إن الإنسان لفي خسر، في زول بيخسر الدنيا بيربح الآخرة، وده ما خسران، ده أصله ما خسران لأنه الدنيا زائلة. وفي زول بيخسر الآخرة وبكون في الدنيا متنعم. قال تعالى عن الكفار، قال:
أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. تكلم هنا عن المؤمن، قبلية تكلم عن الكافر. قال عن المؤمن أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. دعنا المؤمن، لما تلقى الآيات القبلية بتلقى فيها أن الله تعالى يقول وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. فالكافر ده في الدنيا دي قد يتمتع متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد ويوم القيامة يخسر. قال تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وفي ناس بيخسروا في الدنيا والآخرة، زي الزول دخل في الدين وشاكي شاكي. قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف، ماسك في طرف الدين، قال فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فالناس بعدين بيخسروا يوم القيامة، ناس كتار. قال لك الزول البنجو من الخسران ده اللي بيتصف بأربع صفات أو بأربعة أوصاف. قال إلا الذين آمنوا، وأنا داير كلنا نتصف بالصفات دي عشان ننجو من عذاب الله سبحانه وتعالى ونكون من الفائزين. قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا، الإيمان الذي يريده الله تعالى من العبد الإيمان الصافي، ما إيمان فيه شوائب. ما قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. في تفسير ابن كثير قال بعض الصحابة لما نزلت هذه الآية ومن منا لم يظلم نفسه، وفي لفظ ومن منا لا يظلم نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما تعنون، ده ما الظلم اللي تقصدينه، ولكن كما قال العبد الصالح أي لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الشرك ده ظلم وظلم عظيم. والله سبحانه وتعالى قال الذين آمنوا ولم يلبسوا لم يخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أي يوم الفزع الأكبر هم في أمن وهم مهتدون في الدنيا والآخرة. والله سبحانه وتعالى سمى ووصف الشرك بأنه ظلم لأن الظلم من معانيه أخذ حق الغير بغير رضاه، تشيل حق ده وتدي له ده وده ما راضي، ولا تشيل حق ده تشيله انت. المشرك ظالم. الليلة المؤمن بيقول الله بيعلم الغيب سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. المؤمن عادل بيدي صفة الله لله سبحانه وتعالى. المشرك بيقول غير الله بيعلم الغيب، دي صفة الله سبحانه وتعالى، شالة أدى لفلان. والله تعالى يقول قل
لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. عشان كذا رب العزة والجلال في سورة البقرة قال عن الملائكة وقال عن آدم عليه السلام: وعلم آدم الأسماء كلها. قال ابن كثير: وعلم آدم الأسماء كلها، أي أسماء الأشياء. قال له ده شجرة، دي شجرة، وده جبل، وده بحر، وده نهر، وده كذا وده كذا، علمه أسماء الأشياء. ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك. دير الملائكة قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنباهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. شكا يا جماعة، الزول ما يقول فلان بعرف الرائحة وفلان بيعلم الغيب، ويمشوا لفلان يقول له: شوف لنا الرائحة دي وين، والزول الدار يتزوج يمشي لفلان يقول له: أها زواجي ده بيمشي لقدام ولا ما بيمشي. والله قال في القرآن: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. بكرة بيحصل شو انت ما عارف، انت اسف تخطط، قول بكرة انا من الصباح للساعة كذا بعمل كذا ومن ساعة كذا بعمل كذا، لكن بكرة يمكن يحصل لك قدر. شكي قال لك: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. اثنين، المشرك بدي صفة النفع والضر لغير الله تعالى، يلجأ إلى غير الله. في الصلاة يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. ابن كثير قال: ده عهدي مع الله تعالى. لأنه في صحيح مسلم أبو هريرة رضي الله عنه قال للناس: اقرأوا الفاتحة. قالوا: يا أبا هريرة. قال: اقرأوا الفاتحة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج. خداج أي غير تمام، يعني ما تام. قالوا: يا أبا هريرة، نقرأها خلف الإمام؟ قال: اقرأوها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. حديث في صحيح مسلم، حديث ثابت. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل. ابن كثير قام قال فائدة جميلة جدا، قال: أول شيء البسملة دي موضع خلاف بين العلماء، هل هي آية في الفاتحة ولا ما آية؟ وقال الشافعية قالوا دي آية، عشان كذا لو قرأ الواحد بالفاتحة وما قرأ البسملة في البداية سرا أو ما قرأ، ده صلاة باطلة. والمالكية والحنابلة والأحناف قالوا: لا، الفاتحة بتبدأ بالحمد، الحمد لله رب العالمين، لكن البسملة آية بتفصل بين آيات القرآن إلا سورة التوبة. المهم ابن كثير قال:
العبد في سورة الفاتحة يثني على الله ويخاطب الله تعالى، قال خطابا غير مباشر في بداية السورة. انت بتقول الحمد لك يا رب العالمين أنت الرحمن الرحيم، لما كذي خطاب غير مباشر، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قال فيقبل الله على العبد لأنه أثنى عليه، فإذا أقبل عليه خاطبه خطابا مباشرا فيقول إياك، ده خطاب مباشر، إياك نعبد وإياك نستعين. قال فإذا عاهده هذا العهد صار بمنزلة يستجاب فيها دعاؤه فيدعو فيقول اهدنا الصراط المستقيم، تثني على الله فيقبل الله عليك فتخاطبه خطابا مباشرا فتصير مستجاب الدعاء في هذا الوقت فتدعو بالهداية. عشان كذا لما تقول إياك نعبد ده عهد عظيم وفيه تقديم المعمول على المعامل، وهذا يفيد الحصر، ما بتقول نعبدك يا الله نعبدك يا الله، لا بتقول إياك نعبد، وده تقديم المعمول على العامل وده يفيد الحصر، أي لا نعبد إلا أنت. وإياك نستعين، لا نستعين إلا بك. اقرأ في الصلاة خبرك بره يا عتر، يقول يا فلان الحقنا، أزيد فيهم الكلام القراب ما فيهم، موضوع خطير. شكر رب العزة والجلال قال ولا تدعو من دون الله، ما تنادي غير الله، ما تقول يا فلان الحقنا ويا فلان افزعنا، قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الزول يا جماعة البنادي غير الله ده ظالم، والله ظالم، وده من أضل خلق الله. شكي رب العزة والجلال قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، قال الله هداه، قال لا إله إلا الله، يعني أنا ما بعبد إلا الله سبحانه وتعالى وما بيستحق العبادة دي إلا الله تعالى، تاني يرجع وراء ينادي غير الله ويلجأ إلى غير الله سبحانه وتعالى. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرانا له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. شكا يا جماعة الزول إيمانه ده يكون صافي، يتوجه إلى الله ويتضرع لله سبحانه وتعالى، أرجانا أسأل الله، جاتك كربة ألجأ إلى الله تعالى. يا أخي النسائي والطبراني أوردا قصة لعكرمة ابن أبي جهل، قصة جميلة عشان نمشي لباقي الصفات ونختم. قال عكرمة ابن أبي جهل لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في عام الفتح خرج ومعه بعض المشركين فركبوا سفينة، سفينة صغيرة، فلما انتصفوا البحر وهاجت الأمواج واشتدت الرياح وأحسوا بدنو الآجال، قال الراوي قام كبار المشركين يستغيثون الله ويدعون الله تعالى، يا الله نجينا من الكربة دي، يا الله. وعكرمة جالس
يقول يا اللات ويا العزة ويا منات ويا هبل. قال فصفعه أحد المشركين، ده معاه ضربوا في راسه، فصفعه أحد المشركين وقال يا هذا أنت جديد في ديننا؟ تعزو الجديد قال له في الشغل لا، قال له وكيف ذاك أو مما ذاك؟ قال هنا لا ينفع إلا الله. الله قال له نحن كفار لكن البحر ده إلا الله بس، قال له ناسنا ذي البر. قال له قال إذن على ما الخلاف مع محمد؟ طيب انتوا خالفتوا الرسول في شنو؟ صلى الله عليه وسلم عهد لله علي لئن نجاني الله من هذه لأسلمن ولأبايعن محمدا صلى الله عليه وسلم. فلما نجاهم الله رجع إلى مكة واستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم واستأمنه فدخل عليه فتشهد وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. لذلك قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك سفينة دعوا الله مخلصين له الدين. شوف الناس ذيل على الله في البحر دعوا الله مخلصين، إخلاص نظيف، مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون في البحر يا الله يظلوا القافة يقولوا كان من لات دي كان غريقنا الليلة، وينادوا تاني اللات أو يقولوا يا اللات ويمشوا للأصنام الصنعاء بيدهم. والبحر برع عبرة وآية من آيات الله تعالى يا أخي. قال وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، ده طاعم وده مسيخ. بعد ده قال ومن كل من عين الاثنين تأكلون لحما طريا، ده الطاعم تأكلوا منه لحم سمك، والمسيخ مفروض سمك ويكون شنو ما بتاكل برضو قال لك تأكل منه. وما كذي بس وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر. لو جدعت نص طوبة، طوبة جدعتها في البحر تغرق وسفينة كاملة ما بتغرق. شوف الحكمة دي، طوبة صغيرة تغرق وسفينة كبيرة وتقيلة وما بتغرق. شوف حكمة الله، يعني الله اداك فيه ثلاثة نعم، فوق السفن وتحت اللؤلؤ وفي النص السمك، ثلاثة نعم. ليه؟ لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك. والذين تدعون من دوني بتنادون ما يملكون من قطمير، قطمير قطمير ده تشق التمرة في نواء اللي مسمان احنا مصماصة، الغش الأبيض اللي بين المصماصة والتمرة ده اسمه القطمير. قال والذين تدعون من دوني ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، تنادي وقال لك ما بيسمع، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هي لو حرف امتناع لامتناع، حرف امتناع لامتناع، لكن قال لك ولو سمعوا، افتراضا ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. موضوع ده خطير، وزول لو وصف بالشرك لو الله كتبه مشرك ده مش بيخش النار، ده بيخلد في النار أبد الآباد، تاني ما بيمرك ما بيمرك مرة واحدة. زول خاطر بنفسه مخاطرة زي دي ينادي غير الله ويعلق التمايم ويعلق الكمون في الطفل ويمشي لفلان شوف لي كذا
وشوف ليك ده موضوع خطير. قال لك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، دي واضحة، عملوا الصالحات، في صالحات أعمال صالحة باللسان كالتسبيح باللسان والقلب. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة، تسبح بالليل والنهار وإلى آخره، والله بيرضى عليك. والله سبحانه وتعالى قال فاذكروني أذكركم. يفتى الذكر ده لو ما فيه فائدة، وفيه قريب 100 فائدة ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سبب لدخول الجنة، والذكر سبب لانشراح الصدر، والذكر حصن يجعل العبد بعيدا من الشيطان، والذكر والذكر، فوائد كثيرة جدا، سبب لمغفرة الذنوب، وسبب لرفعة الدرجات، وسبب لرضا الله عن العبد، ولمحبة الله للعبد إلى آخره. فإنت تذكر الله بالليل والنهار، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله وأتوب إليه، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، إلى آخره. وفي أعمال صالحة بالجوارح زي الصلاة، صلي بالليل وتقوم تتضرع لله تعالى وتدعو الله. وفي أعمال صالحة بالمال زي الصدقات، تصدق. وأعمال صالحة كثيرة جدا، تقرأ قرآن، تصل الأرحام، تحسن إلى الناس، وإلى آخره. ثلاثة قال وتواصوا بالحق، أن يوصي بعضهم بعضا بالحق. ومن هذا الحق ومن التواصي تبليغ دعوة الله تعالى، تنشر الدعوة بين الناس. كان الله بقاك أستاذ تعلم الطلبة الدين، كان بقيت مدير في مؤسسة الناس تحتك تنشر فيهم الخير، بيحترموك، تديهم وصايا، تنصحهم، تعلمهم دين الله سبحانه وتعالى. كناس كتار جدا تبلغهم دعوة الله جل وعلا. وتواصوا بالصبر، تصبر لأنه بتبتلى، لأنه بتبتلى. لقمان الحكيم، وده آخر صفة نختم بها، لقمان الحكيم قال لولده يا بني أقم الصلاة، ما في أي مشكلة بتجيك، أقم الصلاة وأمر بالمعروف، كويس جدا. لكن لما قال له وانهى عن المنكر، ده أجر عظيم برضو. بعد قال له واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، دي سنة كونية. ما قال له واصبر على ما يصيبك، يصيب ده فعل مضارع، قال له واصبر على ما أصابك، وأصاب فعل ماضي، مع أنه لسه ما أصابه، لأنه يا دوب أمره، قال له يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ما قال له واصبر على ما يصيبك، على ما يصيبك قدام، قال له واصبر على ما أصابك، أصلا بصيبك بتبتلى، ناس بيضحكوا عليك، وناس بيستهتروا بيك، وناس يقول لك مالك ومال الناس، وناس يشاكلوا. قاعدين المرة أنا بتكلم في مسجد، في عمك جاء من بيته بالميكروفون، بس سمع من بيته جاء ويده مكسورة شايلة، يده الثانية مسك بها دقني بندقن دق بي المنبر راسي، وجراء شديد، أنا قايلها انقطعت الدقن ذاته، قايلها انقطعت. وعندي برنامج في الجامعة كان زي حلقة، بقيت قلت والله زول لا قطعها هسي، بكره الناس زي لهم يجلون كيف بدون الشغله دي. قلت الف لي شال ولا انا جرا جديد قطع ونبزني وما ضربته، مشيت صليت ركعتين، قلت مشيت صليت ركعتين ودعيت الله في السجود، قلت يا اخي ندعو له بالخير، الزول لا يمكن، قلت يا الله تتجاوز عني وعنه الى اخره، وانا عافي له الى اخره. هبشتها لقيتها قاعده، قلت الحمد لله خلاص، قلت راهو نملت زاي. ولذلك مصائب انت تبتلى، وناس بيحاولوا يجهلوك. واحد مره في مسجد انتهى النصيحه قال لي ما هي الثلاثه؟ قلت له الثلاثه فيها موضوع، الثلاثه دي ما كثيره، الدين عنده 3 مراتب، الاسلام والايمان والاحسان، وفي اشياء كثيره ثلاثه ثلاثه، الثلاثه فيها موضوع. قال لي بس ما هي الثلاثه؟ انت عارفها ولا ما عارفها؟ قلت يا الثلاثه دي ما كثيره، الركشة فيها 3 لساتك، والمروحة فيها 3 رفارف،
انت قصدك بالثلاثة شنو؟ انت ذاته ما هي الأربعة؟ انت عارف الأربعة شنو؟ وانا ذاتي ما عارف الأربعة شنو. فلذلك بيحاول يجهلك، يقول لك أسئلة كذي، يحاول وتبتلى ابتلاءات كثيرة جدا، فانت تتحمل وتصبر حتى تلقى الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ من واصينا جميعا إلى البر والتقوى، وأن يرينا الحق حقا نرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا نرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.